واصلت طائرات النظام غاراتها على ريف حمص الشمالي، حيث تسببت أمس بوقوع مجزرتين في مدينتي الرستن والحولي، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء. من جانبها، أعلنت المحكمة الشرعية في منطقة الحولي وما حولها إلغاء صلاة الجمعة في مساجد المدينة اليوم نظراً لكثافة الغارات الجوية. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من ريف حمص الشمالي محمد الحميد، مراسل شبكة سوريا مباشر. محمد، يعني ما آخر المعلومات لديك حول مجزرتي الحولي والرستن أمس، وما حصيلة الضحايا تقريباً؟ اسمح لي أن أبدأ بالخبر العاجل اليوم، هو أن قوات النظام ما تزال مستمرة في قصفها لمناطق ريف حمص الشمالي. أكثر من 40 غارة حتى هذه اللحظة في مختلف المناطق. مدينة بلدة طلب، هي بلدة صغيرة عدد سكانها حوالي 1000 مدني، ألقي عليها اليوم 8 ألغام بحرية على هذه البلدة، بالإضافة إلى محاولات لقوات النظام التقدم على محوري بلدتي حرب نفسه وزارة وقعتين في ريف حما الجنوبي والتي حررتهما غرفة عمليات ريف حمص الشمالي. بالنسبة إلى مجزرتي يوم أمس حتى هذه اللحظة، المشفى الميداني في ريف حمص الشمالي الإحصائية لديه 21 شهيداً، منهم 6 شهداء في مدينة الرستن و15 شهيداً في منطقة الحولة، هذه المنطقة التي تم شن حوالي 8 غارات جوية بالإضافة إلى إلقاء 6 براميل متفجرة عليها، أدى ذلك إلى وقوع هذا العدد من الشهداء. كان مدينة كفر لها منها 8 شهداء لوحدها، بالإضافة إلى شهداء من طلف برج قاعي، أيضا تلذهب هذه المناطق التي تعرضت أيضا لغارات جوية. نعم. بالنسبة إلى إلغاء صلاة الجمعة، المحكمة الشرعية في حمص، هي العليا في حمص، هي من قامت بإلغاء صلاة الجمعة في كافة مناطق ريف حمص الشمالي بسبب استمرار الغارات الجوية، ليس فقط في منطقة الحولة وما حولها، وإنما في ريف حمص الشمالي كاملا، الرستن، تلبيسة والقرى المحيطة بها أيضا، بالإضافة إلى منطقة الحولة وما حولها. إذا أن اليوم العديد من المساجد في ريف حمص الشمالي لا يوجد فيها صلاة جمعة بسبب قصف قوات النظام ومحاولتها قتل أكبر عدد من المدنيين، لأنها تستهدف دائما المناطق. نعم، التي يعني محمد، ما سبب تصعيد النظام؟ نعم محمد، ما سبب تصعيد النظام لغاراته على ريف حمص الشمالي في هذا الوقت بالذات؟ نعم، السبب الرئيسي هو أن عملية تحرير الزارة وحرب نفسه الواقعتين في ريف حمل جنوبي، ولكن من قام بتحريرها هي كتائب غرفة عمليات ريف حمص الشمالي. قرية الزارة وحرب نفسها لا تبعد عن مدينة الرستن حوالي 6 أو 10 كيلومترات، هي مدينة، هي قرى محاذية جدا لريف حمص الشمالي، وأيضا نستطيع أن نقول أنها تابعة عسكريا إلى هذه المناطق، والعمليات تنطلق انطلاقا من ريف حمص الشمالي باتجاه ريف حما الجنوبي لتحرير هذه القرى. فالنظام يقوم بشن غارات عديدة من أجل الضغط على الحاضنة الشعبية كي تضغط على الثوار من أجل أن يوقفوا عملياتهم، وهذا ما لم يتحقق لقوات النظام، لذلك هي تنتقم من هؤلاء المدنيين بهذه الغارات المكثفة. مجزرة الملجأ في مدينة الرستن أول أمس، البارحة مجزرة ملجأ آخر في مدينة الرستن 5 شهداء، أيضا في مدينة في قرى الحولة كان هناك عدد من المجازر نتيجة إلقاء الصواريخ الفراغية والعنقودية وأيضا الألغام البحرية على هذه المناطق. نعم، شكرا لك محمد الحميد، مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من ريف حمص الشمالي.